السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من شرح كتاب تدبرات الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتاب الشيخ عبد الرحمن السبهان. وقد بلغنا بحول الله وقوته إلى سورة الأنبياء وقول الرب تبارك وتعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا شك أن سورة الأنبياء سورة مكية، ويتميز القرآن المكي بتقرير العقيدة وتقرير التوحيد والتفريد لرب العالمين تبارك وتعالى، وإرساء فردانيته عز وجل ووحدانيته وصمديته وأسمائه وصفاته وكماله وجماله وجلاله تبارك وتعالى. ولذلك تجد معظم القرآن المكي في هذا السياق، في تقرير التوحيد والنبوات والمعاد، في تقرير الأصول الثلاثة. أصول: الأصل الأول هو التوحيد، والأصل الثاني هو النبوة، إثبات النبوة، ثم الأصل الثالث هو إثبات المعاد والدار الآخرة. وتأتي الأسئلة في القرآن المكي أسئلة استنكارية لاستثارة الفطرة الكامنة في نفوس أهل الجاهلية، في نفوس الكفار. القرآن المكي في الحقيقة يخاطب الكفار، يخاطب كفار قريش، وكأنه وخزة في هذا الضمير الوثني، في هذا الضمير الجاهلي. أين أنتم من هذه الفطرة التي هي في داخلكم تقرر التوحيد؟ فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العجب أنهم اتخذوا هذه الآلهة وهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين والد عمران بن حسين رضي الله عنه، قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، واحدا في السماء وستة في الأرض. فقال: من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. عجيب، من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ الذي في السماء. فلماذا تعبد الستة الذين في الأرض؟ هو يظن أنه يعبدهم يتقرب بهذا إلى الله زلفى، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كيف تتقرب إلى الله بعبادة غيره؟ كيف تتقرب إلى الله بالشرك؟ وهم يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسموا ما يفعلونه في الحقيقة مع هذه الأصنام وهذه الأوثان عبادة، واعترفوا بهذا، واعترفوا أنهم آلهة، ولذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الكلمة التي كانوا يفهمونها حق الفهم: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولذلك حين قالهم: قولوا كلمة تملك العرب والعجم، قالوا: نقول ألف كلمة. يعني لو كلمة واحدة نملك بها العرب والعجم نقول ألف كلمة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبوا أن يقولوا ذلك. لماذا؟ لأنهم علموا بذلك أنهم في حقيقة يسفهون دين الآباء وينبذون دين الجاهلية. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الآلهة هم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، ولكنهم وجدوا آباءهم على ذلك.
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال ابن القيم: كيف ساق الآية في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لا تساوي؟ ولذلك قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني إيه الذين كفروا بربهم يعدلون؟ أي يجعلون لله عدلا، يجعلون لله عدلا مساويا لله، وهو ليس مساوي لله. قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قبح الشرك أنك تجعل لله مساوية، ولا مساوي لله في الحقيقة، ولا ند لله في الحقيقة، ولا كفؤ لله في الحقيقة، ولا مساو ولا مثل ولا شبيه. تعالى الله عن ذلك، لم يكن له كفوا أحد، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ لا سمي له، ولا عد له، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا مثل له، ولا كفؤ له، ولا شريك له، ولا ظهير له، ولا شفيع عنده إلا بإذنه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، الذي تتضمن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال: كيف ساق الآية في الإنكار، كيف ساق الآية في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لا تساوي؟ هي لا تساوي في الحقيقة، ولكنهم سووا بينه وبين هذه الآلهة في حق العبادة. هذا الحق لا ينبغي أن يصرف إلا لله، الدعاء لا ينبغي أن يصرف إلا لله. ولذلك اللي بيروح لقبر يقول: اشفيني ولي، اشفيني، ويدعون أن هذا إيه؟ أن هذا الأمر إيه؟ أنه يؤثر بالله، وأن هذا الأمر لا حرج فيه، وأن هذا الأمر لا شيء فيه. نقول: كيف تتقربون إلى الله بالشرك؟ هذا الدعاء عبادة، والعبادة حق خالص لله، الاستغاثة حق خالص لله، التوسل حق خالص لله عز وجل، الحلف، النذر، الحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، السجود، الركوع، النذر، الذبح، العبادات القولية، العبادات المالية، العبادات القلبية، العبادات البدنية. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللي بقوله ده يا جماعة هو حقيقة المعركة بين الرسل وأقوامه، وحقيقة المعركة بين أتباع الرسل وأقوامهم عبر العصور، قضية التوحيد بكل مكوناتها، توحيد الدعاء والعبادة، توحيد الموالاة في الولاء والبراء، توحيد الحاكمية. وعلى هذا يكون الافتراق، ويكون المعارك، ويكون صراع الحضارات، وصراع الأمم، وصراع الشعوب والأيديولوجيات. والذي ينظر إلى كم الصراعات الموجودة في الواقع وتلاطم الفتن من الشبهات والشهوات يرى أنها تدور حول هذه المسائل الكبار، يعني الإلحاد والتغريب والأيديولوجيات الكافرة مع تصحيح الأديان الكافرة كزمالة الأديان، وحدة الأديان وغير ذلك، مع على الجانب الآخر الدعوات الصوفية في البدع العقدية والبدع العملية في التوسل البدعي والتوسل الشركي وغير ذلك، مع بدع الصوفية التصوف الفلسفي في الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وغير ذلك، ستجد أن القضية كلها تتمحور حول هذه الثلاث قضايا: توحيد العبادة والدعاء، توحيد الموالاة الولاء والبراء، توحيد الحاكم. والأعداء دوما في كل هذه الأيديولوجيات، إن كان أصحاب البدع والأهواء، وإن كان أصحاب
الملل الكفرية، إنما يستهدفون هذه العقائد، لأنها في الحقيقة هي البنية التحتية أو البنية الصلبة لقلب المؤمن. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. إني براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إيه يا جماعة ده؟ قضايا الحب في الله والبغض في الله، قضايا أن اليهودية، أن غير دين الإسلام كفر، اليهودي، اليهودية المحرفة، النصرانية، دين المسيح المحرف، فضلا عن الأديان الأرضية بقى، البوذية والزرادشتية والهندوسية والكونفوشيوسية وغير ذلك، كل هذا كفر. اللي بيتكلموا على السلام العالمي وبيتكلموا على وحدة الأديان وزمالة الأديان وأن الأديان كلها تدعو إلى جوهر واحد وقيم واحدة وغير ذلك، باسم بقى السلام العالمي والدين الإبراهيمي أو باسم وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد كالتصوف الفلسفي وقواعد العشق الأربعين وغير ذلك، كلاهما بيصب في مصب واحد، هو تزييف الحقائق ومسخ الهوية وتزييف الوعي ومسخ الأجيال والتطبيع مع أهل الكفر، وتضييع العقائد وتضييع الأجيال وتضييع الشعوب وتضييع الأراضي. وذلك الأمر يبدأ بشبهة، ثم الشبهة تتحول إلى شهوة. أنا الأول أزيف العقول وأزيف الوعي وأمحو العقائد، ثم بعد ذلك قضية السلوك وقضية الشهوات تمحو كل شيء، بعد هذا تمحو كل خلق وكل قيمة. لذلك هو حاجتين دلوقتي يتم الطرق عليهم، تصحيح المذاهب الكفرية والأيديولوجيات الكافرة والملل الكفرية وزمالة الأديان ووحدة الأديان والدين الإبراهيمي الجديد، قضية الشذوذ الجنسي وقبول الآخر أيا كان الآخر، يأتي بهيمة، بيأتي الذكران، بيأتي الأطفال، الاضمحلال التام في العقائد، قبول من يعبد البقرة والفأر وقبول من يأتي البهيمة، والاضمحلال التام في الأخلاق، وده الانهيار التام باسم العولمة وباسم التحضر وباسم التنوير. وفي الحقيقة هو انهيار، والمسلمون فقط وأهل السنة والجماعة فقط هم القادرون بإذن الله وحوله وقوته على مقاومة هذا الخبث. بماذا؟ بالمنهج، منهج أهل السنة والجماعة، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، آية آية وحديثا حديثا، عقائد وعبادات وأخلاق وسلوكيات ودعوة وفكر وإصلاح وصلاح. ولذلك التوحيد أولا، وسيظل التوحيد أولا، الحقائق التي تشكل الفكر، والفكر يشكل المشاعر، والمشاعر تشكل السلوك، ومن هنا تصنع الشخصية الربانية، تصنع الشخصية السوية التي تعود لفطرتها الأولى الحنيفية، الميل إلى الله والإعراض عن غيره. قال ابن القيم: كيف ساق الآية في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لا تساوي سبحانه عز وجل؟ قالوا: تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما هو الشرك؟ ما هو الشرك عباد الله؟ الشرك نوعين: أن ترفع المخلوق إلى رتبة الخالق فتضفي على المخلوق صفة من صفات الخالق، تغالي فيه لترفعه إلى رتبة الخالق،
أنه يشفي، أنه يحيي، أنه يميت، أنه يدبر الأكوان، أنه يرزق. هذا صفة من صفات الربوبية تضفيها على مخلوق. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تنزل الخالق إلى رتبة المخلوق فتشبه الخالق بالمخلوق، وهذا ما يقع فيه المجسمة والمشبهة في الأسماء والصفات كاليهودية وكالنصرانية، مما يقولون أن الله يبكي ويندم، وأن الله يموت، وأن الله يصلب، وأن الله يكون له ولد وصاحبة وغير ذلك. وعلى هذا يقوم الشرك. ولذلك الفصل بين الرب وبين العبد، بين الخالق وبين المخلوق، وأن تعرف الرب عز وجل بالقوة وتعرف نفسك بالضعف، وتعرف الرب بالقوة وبالقدرة وتعرف نفسك بالعجز، وتعرف الرب بالعلم وتعرف نفسك بالجهل. ونفسك دي أقصد المخلوق، أن تدرك هذا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أن تدرك ذلك، أن تدرك فقر الخلق وضعفهم وعجزهم وجهلهم وظلمهم ومحدوديتهم، أن تدرك فناءهم وأوليتهم، وأن لهم أول وآخر، وأنهم محدودون زمانا ومكانا، وأنهم فقراء ضعفاء في قبضة ملك الملوك عز وجل، وأنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأن تدرك أن الله هو الملك الضار النافع المعطي المانع المعز المذل القابض الباسط الخافض الرافع الأول الآخر الظاهر الباطن الرحمن الرحيم العظيم الكريم العزيز الحكيم الملك المليك الآمر الناهي المشرع الخالق الرازق المدبر. هنالك تصل إلى حقيقة التوحيد. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إثبات لحقيقة الإلهية وإفراده له بالربوبية والإلهية، وقول وهم يسألون في صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية، فإنها مسؤولة مربوبة مدبرة. هذه الآلهة المحدودة، الآلهة المصطنعة التي يتخذونها لا تملك شيئا، فكيف يسوى بينها وبينه تبارك وتعالى مع أعظم الفرقان؟ ولذلك سمي القرآن فرقانا. لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل والنور والظلم والظلمات. فهذا الذي سيق له الكلام فجعله الجبرية ملجأ ومعقلا في إنكار حكمة وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السديدة، والله الموفق للصواب. قال فائدة في قوله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال أبو الفرج من الجوزي: والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة أشياء، لأن كثير من الصوفية يقول أن الخضر إلى الآن حي، بل ومنه من يدعي أنه يأتي ويراه يقظة، فنقول أنه مات، والدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. أما القرآن فقوله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فلو دام الخضر لكان خالدا. سنقف هنا عند قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وما فيها من الفوائد، نقف معها بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.